فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل صلى مع الإمام ولم يأتي في التشهد الأخير بالصلاة الإبراهيمية، فهل يلزمه؟ رجل صلى مع الإمام، نعم، ولم يأتي في التشهد الأخير بالصلاة الإبراهيمية، فهل يلزمه إعادة الصلاة أم لا؟ إذا كان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولو بغير لفظ الصلاة الإبراهيمية، إذا قال اللهم صل وسلم على محمد هذا هو الركن، وإذا جاء بالصلاة الإبراهيمية فهذا أكمل بلا شك، لكن لا تبطل صلاته إلا لو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نهائيا، لم يصلي عليه، حينئذ يكون ترك ركنا من أركان الصلاة. نعم.